أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم، وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا
واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. قال رب انصرني بما كذبون. رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. رب أعوذ بك من همزات الشياطين. رب أعوذ بك رب أن يخطرون. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. ربي نجني من القوم الظالمين. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربي انصرني على القوم المفسدين. ربي هب لي من الصالحين. ربنا وسعت كل شيء ورحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم.
ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. فرد حي قيوم حكم عدل قدوس. وأسألك بأسمائك يا ربنا يا إلهنا يا سيدنا يا حافظنا يا قادرنا يا رازقنا يا دليلنا. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان. خلصنا وأجرنا ونجنا من النار. يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اسم ذاتın hürmetine, اسم أعظمların hürmetine, Esma-ül Hüsna hürmetine, Hazreti Muhammed Aleyhisselam hürmetine dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin, bizlere sağlam iman ihsan eyle. Amin. Sabit kadem olabilecek ameli salih ihsan eyle. Amin. Müminler olarak yaşat. Amin. Mümin olarak vefat ettir. Amin. Öbür alemde müminlerle beraber haşrı neşreyle ya Rabbi. Ya Rabbi, bizleri ahlak-ı aliyen ile mütehallik eyle ya Rabbi. Amin. Ve bu ahlak üzere yaşamayı muvaffak eyle ya Rabbi. Amin. Ölüm anında imanlı ölmeyi nasip eyle ya Rabbi. Amin. Kabirde suali münkereynin suallerine asan cevaplar vermeyi nasip eyle ya Rabbi. Amin. Haşirde hesabımızı asan eyle ya Rabbi. Sırattan berk suratinde geçenlerden eyle ya Rabbim. Cennetine ithal eyle ya Rabbi. Cennetinden selamına muhatap eyle ya Rabbi. Cemali ba kemalinle bizleri müşerref eyle ya Rabbim. Bizlere sağlık, sıhhat, afiyetler ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, ya Erhamer Rahimin, imansızlıktan bizi muhafaza eyle. Fıskı fücurdan bizleri muhafaza eyle. Kafirlerin Amin. Tasallutundan, zalimlerin tasallutundan bizleri muhafaza eyle. Amin. Münafıkların keyitlerinden bizleri muhafaza eyle. Bu Amin. Zalim, kafir ve münafıkların planlarını kendi başlarına çevir ya Rabbi. Amin. Islahları mümkün değilse en kısa zamanda sana havale ediyor. El Kadir, El Kadir, El Muktedir isimlerine havale ediyor. Hasbunallah ve ni'mel vekil diyerek sana havale ediyoruz. Haklarından gel ya Rabbim. Amin. Ya Rabbi, şu anda zulm içerisinde, gaybubette veya zindanlarda yaşayan kardeşlerimizi en kısa zamanda halas eyle ya Rabbim. Amin. İstedikleri hür ortamlarda, istedikleri kişilerle beraber olma zevkini, hazzını, meşru lezzetini onlara ihsan eyle ya Rabbim. Amin. Hasta kardeşlerimize şifalar ihsan eyle ya Rabbim. Amin. Borçlu kardeşlerimize borçlarını edaya muvaffak eyle ya Rabbim. Amin. Sıkıntılı kardeşlerimizi halas eyle ya Rabbim. Başta hocamız olarak bütün kardeşlerimize sağlık, sıhhat, afiyetler ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Dayanma gücü ihsan eyle ya Rabbi. Sabr içinde şükretme duygusunu bizlere ilka eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin, ya Erhamer Rahimin. Hatimler yaparak ellerimizi sana tevcih ettik. Dört tane hatim içerisinde onlardan meydana gelen nice sevaplar vardır.
Önce Efendimiz Aleyhisselam'ın ruhuna bağışladık. Vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Onun ruhuna temas eden bir sevap milyonlar, milyarlar sevaplar haline gelir. Çoğalır, bereketlenir. Ondan hasıl olan sevapları sair enbiyanın ruhuna bağışladık. Vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Ülemanın, şühedanın, üstadların ruhlarına bağışladık. Haberdar eyle ya Rabbi. Özellikle de hassaten kendimin de iyi tanıdığı ehli hizmet İsmail Baysal Bey kardeşimizin ruhuna bağışladık. Haberdar eyle ya Rabbi. Amin. Yunus Emre Bey'in ruhuna bağışladık. Vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Kadriye Güngör kardeşimizin ruhuna bağışladık. Vasıl eyle ya Rabbi. Salih Özkarakaş'ın ruhuna bağışladık. Vasıl eyle ya Rabbi. Zehra Amin. Biçici kardeşimizin ruhuna bağışladık. Yardım eyle, ihsan eyle, vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Zehra Biçici'nin ruhuna bağışladık. Ve hasta olan Bekir Bozdoğan kardeşimize de bunların sevapları hürmetine, Kur'an hürmetine sıhhat, afiyet ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Geçmişlerimizin burada amin diyen kardeşlerimizin de öbür aleme irtihal etmiş anne, baba, dede, kardeş, çocuk kim varsa onların da ruhlarına bağışladık. Sevapların birini trilyonlar yaparak sevaplar gönderiyoruz. Vasıl eyle, haberdar Amin. Eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bizlere istikamet ihsan eyle. Amin. Kalplerimizi telif eyle. Bizleri bir ve beraber eyle, gerçek manasıyla Kur'an'a cemaat eyle, Hazreti Amin. Muhammed Aleyhisselam'a ümmet eyle ya Rabbi, Amin. Ayaklarımızı kaydırma ya Rabbi, bizlere Amin. Bir bozgunculuk yaşatma ya Rabbi, nifak Amin. Tarafını tarumar eyle ya Rabbi, Amin. Bizlere manevi güç, kuvve-i maneviye ihsan eyle ya Rabbi. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي ربنا أتمم لنا نورنا فاغفر لنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Ya Aziz, Ya Gaffar, Allahümme edhilnel cennete dâre kudsike ma'al ebrar, bi şefaati nebiyyikel muhtar, ve âlihil ethar, ve ashabihil ahyar, ve sellim mâdâmel leyli ve nehâr. Amin, amin. Bi hurmeti Tâhe ve Yasin, velhamdülillahi rabbil âlemin. الفاتحة